في ايه يا شادي؟ انا بدات اقلق. فركشت؟ فركشتي ايه بالظبط؟ انا وخالد سيبنا بعض. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو ده اللي انا كنت جايه اتكلم مع اخوكي فيه. هو حسن ليه دخل بالحوار ده؟ حسن خد خالد الغردقه. قبلها بيوم كنا متفقين ان احنا ننزل نجيب الدبل. رجع من الغردقه وقال لي مش هينفع نكمل. طيب يا فاتية، اكيد في حاجه غلط احنا مش فاهمينها، وكمان انت اكيد متاكده انه حسن اخر واحد هيبقى عايز يبوظ خطوبتك انت وخالد. فاتيا، انت كنت بتحبيه قوي كده؟ اول مره اشوف نفسك صعبانه عليكي للدرجه دي. انا فعلا صعبانه علي نفسي قوي. انا كنت ابتديت اتعود عليه. غبيه انا برضو، غبيه. كنت وعدت نفسي ان انا مش هتعلق بحد ابدا، وبرضو اتعلقت بيه. طيب انت عارفة ان انا طول عمري كان نفسي ابقى زيك، جامدة كده وقلبي تقيل. تبقي زيي؟ لا طبعا يا بنتي، اوعي تبقي زيي. انت لازم تعيشي، تحبي وتتحبي وتحلمي، واوعي اوعي يا شهيرة تهربي من حلمك زيي. واحدة قلبي موجوع، ضيعت عمري كله في سؤال ملوش غير إجابة واحدة بس. فوقي اللي بتحبيه مش بيحبك. اوعي دماغك تجيبك وتوديك يا شهيرة، اوعي. لا تجيبني وتوديني ايه بقى؟ انا مالي؟ انت عارفة؟ أنا ساعات بحسدك على اللي بتعمليه مع عمر. زي هو واقع في ورطة ملهاش أول من آخر، بس على الأقل انتوا عارفين ان انتوا بتحبوا بعض.